منطقه الطريق وين تروح عليه في شوط المباراه الثاني. كره منقوله نابي سوما، لاعب سريع، امكانيات كبيره، محاوله حصل الكره داخل منطقه الجزاء. تظهر على لاعب هجر عبد الرحمن الحريب لاعب خط الوسط، لكن هدف جاء في توقيت لينيبو اللي ما تحرك ونفس الخطأ. شوف الآن راح النخلي وبعد عبد الله الدوسري، فات من الأول وعدى من الثاني وأمام عبد الله العبد الله، راح من عبد الله العبد الله، وبالتالي القوة الجسمانية لدى